وعن تفاقم أزمة الوقود في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا ومرحبا بك أستاذ كامل. أهلا بك. أزمة وقود في عدد كبير من المحافظات العراقية، كيف يمكن فهم أن يحصل ذلك في واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا؟ يعني هذا وارد في دولة فاشلة وفاسدة وحكومة لا تستطيع أن توفر سياسات تعالج بها المشاكل اليومية الوجودية إلى المشاكل الخاصة بالاستهلاك الناس والشعب وقضاء حاجاتهم اليومية. الحكومة غير معنية بهذا الموضوع وليس لها قدرة. يعني لاحظ هنا بالمقارنة، الأمريكان رغم انشغالاتهم بموضوع الصراع والحرب بين روسيا وأوكرانيا، يعني يد تحاول أن تحتوي هذا الحرب حتى لا تصبح كرومية، ويد أخرى يوميا نسمع الحكومة الاتحادية الأمريكية تتدخل يوميا على مدار الساعة في موضوع البنزين، الغاز يسموه هنا، حتى لا ترتفع أسعاره على المواطن الأمريكي. رغم أنه الأمريكان في استطلاعات أجرتها كل القنوات الإعلامية بأنهم راضين عن ارتفاع الأسعار لأنه يتفهمون الصراع الروسي والحرب، ولا يهم هذا طالما أنه لن يفلت بوتين من العقاب. ومع ذلك الحكومة تتدخل وعلى مدار ساعة، والآن أصبحت قضية سياسية. حتى الجمهوريين يعني يخططون يستخدموا موضوع. طيب أستاذ كامل، هنالك بحسب وثائق أن هناك تلكؤ بشبهة تعمد لمشاريع يمكن أن تغطي 13% مما يستورده العراق من البنزين، لصالح من عرقلت هذه المشاريع؟ باوع، يعني ب 2008 يعني الحكومة العراقية أو مجلس النواب مرر أهم قانون استثماري يتعلق باستثمار النفط الخام لإنتاج المشتقات النفطية، وهذا القانون لم يفعل لأسباب تتعلق بالشركات الرصينة، رفضت أن تستثمر بالعراق لأنه هذا البلد بلد عصابات ومرتبط بمرجعيات ولا يمكن أن تستثمر فيه. يعني المواطن العراقي لا يستطيع أن يبني فرن صمون، فكيف لشركات رصينة أن تبني مصانع للتصفية وإنتاج المشتقات النفطية؟ وبقى القانون حبر على ورق، والآن موضوع المصافي كلها بيد الحكومة، والحكومة فاسدة وهذه القضية معروفة للجميع. نعم، إلى أي مدى تؤثر عمليات تهريب النفط إلى إيران في هذه الأزمة اليوم؟ أنا لا أعلم إذا أكو تهريب. الحقيقة يعني من منطق النفط في العراق أو المشتقات النفطية هي أغلى من مثيلاتها في إيران، رغم أنه حتى موضوع العملة، يعني العملة العراقية لا أقوى من العملة الإيرانية، ولكن أعتقد هنالك اتفاقات عراقية إيرانية في تصدير المشتقات من إيران إلى العراق، هذا هو الحال. ماذا يعني أن يهرب النفط إلى إيران ثم تعود حكومة في بغداد استيراد مشتقاته من طهران على الاقتصاد العراقي؟ هنالك عمليات تشير إلى وجود تهريب نفط خام عراقي إلى طهران. نعم، هذا موجود وقديم، أنه كثير من الفصائل والعصابات الإجرامية المرتبطة بإيران حرة تهرب النفط الخام وتستورد عبر عقود حكومية مضمونة وبأسعار تفضيلية لصالح النظام الإيراني وبإشراف الجميع وموافقة الجميع بما فيهم الأمريكان الذين يسمحون للعراقيين أن يستوردوا من إيران مشتقاتهم بما فيها الغاز لتشغيل محطات الكهرباء. طيب، هل يمكن تفسير هذه الأزمة هي سياسات حكومية لإلهاء الناس عن فشلها؟ لا، أظن هي الحكومة فاشلة، والأزمات الموجودة في العراق هي أكبر
واعظم من موضوع البنزين. الازمات متعلقه بوجود العراقي وحياته وسلامته وحريته. يعني هذا موضوع البنزين صح هو مهم، ولكن اعتقد يعني الحكومه تحاول ان تتلافى هذا الموضوع حتى لا يؤثر عليها الشارع وتثار المظاهرات والاحتجاجات. ولا اظن انها هي فاعله بهذا الموضوع. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.